وللمزيد حول هذه البيانات الاقتصادية ينضم إلينا مباشرة من الرياض الدكتور فهد التركي مدير إدارة الأبحاث الاقتصادية في جدوى للاستثمار. أهلا بك دكتور فهد. ولنبدأ بأسباب التراجع الذي شاهدناه في التضخم للأغذية تحديدا على أساس شهري وأيضا على أساس سنوي هو أدنى مستوياته في 5 أشهر، وهذا لربما مستغرب في ضوء أنه يونيو كان الشهر الذي سبق طبعا شهر رمضان التي عادة ما نشهد فيه ارتفاعات في أسعار المواد الغذائية. صحيح. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة والدعوة. في الحقيقة كانت مفاجئة جدا انخفاض معدل التضخم في أسعار الأغذية إلى 3% بمعدل سنوي، ولكن المفاجأة الأكبر كانت هي انكماش الأسعار الغذاء خلال الشهر الذي سبق رمضان وخلال شهر يونيو الذي كان منتصفه في رمضان ومنتصفه قبل رمضان، كان هناك انكماش في أسعار الغذاء. وقارناه في جميع السنوات السابقة بدون استثناء كان هناك دائما ارتفاع في أسعار الأغذية خلال شهر رمضان، وهذا لا يعني بالضرورة أنه كان هناك تلاعب في الأسعار في السابق ومن ثم نتج عنه لا يوجد تلاعب في الأسعار في الفترة الحالية، لكن هناك أسباب مبررة لزيادة الأسعار خلال شهر رمضان في العادة في السنوات السابقة، وهي زيادة تكاليف التخزين لبعض السلع التي لا تستهلك إلا في شهر رمضان، وكذلك بعض التكاليف التخزين، وكذلك ضعف في الرقابة. ربما الانخفاض في هذه السنة، وهو الانخفاض الذي كان مفاجئا على عدة مستويات، كان مفاجئا بالنسبة بمقارنة بأسعار الجملة والتي سبق هذا الشهر ارتفاع كبير في أسعار الغذاء في أسعار الجملة، ولكن في أسعار التجزئة شاهدنا انخفاض، فكان هذا على هذا الصعيد كان مفاجئا. يبدو أن أثر أسعار الغذاء العالمية وكذلك أثر الدولار قوة الدولار خلال الفترة الماضية يبدو أنها أثرت على أسعار الغذاء المحلية. كذلك يبدو أن الوعي عند المستهلكين زاد في الاستهلاك خلال رمضان أكثر منه في السنوات الماضية، مما أدى إلى فاعلية الرقابة على الأسعار، سواء الرقابة الاستهلاكية أو الرقابة الحكومية. طيب دكتور فهد، لنتحدث قليلا عن توقعاتكم للتضخم لعام 2014. أنتم تضعونها تقريبا عند 3% إن أكون مخطئا. نسبة التضخم بقيت ثابتة الأشهر الثلاثة الماضية عند 2.7%، فبالتالي وصولها إلى 3% كمعدل للسنة كاملة يعني توقعاتكم بتسارع وتيرة التضخم في النصف الثاني من هذا العام. ما أبرز العوامل التي دفعتكم لتوقع تسارع مستوى التضخم في النصف الجاري؟ هو في الحقيقة إذا نظرنا للتوقعات يجب أن ننظر للمحركات الأساسية للتضخم. المحركات الأساسية للتضخم في السعودية، واحد هو الإيجار وملحقاته، السكن وملحقاته بما فيها الإيجار، وهذا يشكل تقريبا 38% من الزيادة في التضخم. وكذلك المحرك الآخر وهو أسعار الغذاء، وذلك يشكل تقريبا 25% من التضخم في السعودية. فبمجمل الأثنين هذول يشكلون 60% من التضخم في السعودية. فإذا رأينا التوجهات الإحصائية لهذه المؤشرين الغذاء والإيجارات، نجد أن هناك نوعا ما من الانخفاض أو الاستقرار في أسعار الغذاء خلال الشهر الحالي، ولكن نتوقع أن تزيد خلال الأشهر القادمة بمعطيات المؤشرات مؤشر أسعار الجملة. بالنسبة للإيجارات هي خلال الفترة الماضية كانت في ازدياد، يبدو أنه الترقب للإصلاحات في سوق العمل وبطء هذه الإصلاحات سببت في زيادة في معدل التضخم في الإيجارات، مما أثر على التضخم في المجمل العام. فنتوقع زيادة في الإيجارات خلال تضخم الإيجارات خلال الفترة القادمة. كذلك الطلب المحلي والسيولة الكبيرة ممكن تشكل ضاغط للأعلى في أسعار التضخم، ولكن لا تتوقع دكتور فهد بأن تتأثر إيجارات المساكن في بضوء برامج الحكومية للمساكن؟
والبرامج الحكومية لم تحرك سوق الإسكان. هناك نوعا من الركود في سوق الإسكان وسوق الترانزاكشنز في سوق الإسكان، مما يضغط على الإيجارات في الحقيقة. فنتوقع خلال الفترة القادمة أي إصلاحات لن يكون لها أثر مباشر في أسعار الإيجار، نتوقع ارتفاعها. إذا رأينا للفترة الماضية هي في تزايد حقيقة أسعار الإيجارات من تقريبا 3.8 إلى 4.1 خلال الشهر الماضي. أريد أن أضيف إحصاءاتنا أيضا أو توقعاتنا أيضا مبنية على ما يعرف بالبيس إفكت، وهي القسمة على معدلات منخفضة في التضخم في النصف الثاني من العام الماضي. كان هناك معدلات منخفضة، غالبا إحصائيا يكون هناك ارتفاع في التضخم في الفترة الثانية من العام الحالي. شكرا لك دكتور فهد التركي، مدير إدارة الأبحاث الاقتصادية في جدوى للاستثمار، على هذه المشاركة.